قبل نهاية موعد تسليم المحاضرة الوظيفة يكون أخذنا جانب كبير من الشيء اللي راح يكون بالوظيفة. فلذلك هذا هو كان هدف المحاضرة. والمحاضرة الثانية هي مرتبطة كثير بفكرة المحاضرة اللي أخذناها أمس، وبالتالي مشان ما يصير في مدة زمنية طويلة من عملية بين كأسبوع بين المحاضرتين حتى تكون الأفكار لساتها تازاي عنكم، حبيت أنا أعطيكم هاي المحاضرة الإضافية. قبل ما أبدأ، أنا في حدا درس شي محاضرة امبارح؟ في حدا درس شي محاضرة امبارح؟ طب يلي درس في شي سؤال نجم عنه؟ كله واضح. طب ماشي، رح أبدأ بسؤال سؤال. سلام، بدي أسأل سؤال، بدك تجاوبيني صح أم خطأ، صح أو خطأ بالدورية. التكاليف الثابتة هي التكاليف التي يتغير مجموعها مع تغير حجم النشاط، صح أم خطأ؟ جاي اسمعي منيح يا سلام. تمام، لاني انت عم تدفعيها ب، يعني هي عبارة عن شو يا مارسيل؟ هي شو عم نقول؟ قلنا ان التكلفة هي تضحية مادية، تمام، اختيارية، يعني بالرغبة. يعني انت اليوم لما بدك تروح توظف عامل انت رغبانه ولازمك كوظيفة، وعم تختار بشكل اختياري، وعم بتشيل جزء من مواردك وبتدفع له راتب، وبالتالي هي تكلفة ولا ما هي تكلفة؟ تضحية مادية اختيارية ولا حدا ألزمك عليها؟ طبعا لتحقق منفعة. بتاخذ بتحقق اهدافك؟ يعني انت فيك تشغل العالم كله ما تدفع له الرواتب حتى تحقق اهدافك ويصير عندك؟ فيك تشغل الآلة بلا تدفع مصروف كهرباء؟ طبعا بدك تضحي بمواردك حتى تستطيع تحقق اهدافك لتاخذ منفعة. هدفك هو الربح، هو الشغل، هو يجيك عائد، وبالتالي إذا ما ضحيت ما راح تستطيع تاخذ هذا العائد. غيره في سؤال؟ في حدا عنده سؤال؟ ضرورية ضرورية مو إلزامية، ضرورية لتحسن إذا حتى تحقق أهدافك. يعني ما بتستطيع تحقق أهدافك إذا أنت لحالك بتحسن تشتغل كل الشغل اشتغله. إذا أنت محاسب وأنت صاحب الشركة ما بدك تحط محاسب، ما في مشكلة اشتغله، يعني ما حدا عم بلزمك، لكن بتحقق أهدافك. تكاليف استكشاف، مثال إذا أنا اليوم بدي أروح استكشف بئر نفط، ما بعرف شو بده يجيني عائد، بدفع تكاليف استكشاف وبدفع حفارة وكذا إلى آخره، كل هالتكاليف لآخذ عائد بشكل تقديري، بدي أعرف كم بئر كم برميل نفط بده يجيني. عرفناها في فهمناها؟ يعني أنا عم بدفعها وما بعرف شو العائد اللي رح يجي، بجوز أنا أحفر البئر كلها ثم ما يطلع نفط طاول.
قلنا في سؤال تاني. خلينا نشوف زميلكم طارق. تمام، يعني حسب المستوى الإداري، يعني في عناصر أنت ضمن المستوى الإداري يلي هو موجود فيه أنت، تمام، بتحسن تراقبه. تمام، يعني أنت اليوم كموظف عامل تحسن تراقب قديش في عندك بمخزونك بالمواد الأولية وقديش في عندك إنتاج، تحسن تراقب هالمصروف. تمام، لكن أنت كعامل عادي تحسن تراقب قديش فيه سيول الصندوق، تحسن تراقب قديش فيه سيول الصندوق؟ لا، وبالتالي الصندوق في مستوى إداري، المدير المالي هو بيعرف قديش فيه سيولة وأرصدته في المصرف، وبالتالي كل مستوى إداري يمكن أن يراقب بعض التكاليف والمصاريف المدفوعة، ومستوى إداري لا يستطيع مراقبته. واضح؟ في حدا له سؤال آخر؟ في حدا عنده سؤال آخر؟ طب يلا، هلا صار دوري أنا أسأل. يلا، دوري هلا أنا راح أسأل. بدأنا بسلام، سألناها سؤال أن التكاليف الثابتة هي التكاليف التي يتغير مجموعة مع تغير حجم النشاط، شو جوابك يا سلام؟ صح أم خطأ؟ سلام، كل واحد راح يجي دور. طب مزبوط، برافو عليكي، برافو عليكي، اني انت قلتي صح بس هو لازم يكون خطأ. تمام، هلا نحن راح نشرحها. شو قلنا؟ قلنا نحن ميزنا في محاضرتنا، في محاضرتنا امس لما ميزنا بين التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة، شو قلنا؟ قلنا التكاليف المتغيرة تتغير مع تغير حجم النشاط والعلاقة الطردية، والتكاليف الثابتة لا تتغير مع تغير حجم النشاط. لما جينا قلنا عندي آجار مستودع هو من التكاليف الثابتة، آجار المصنع. هلا لما جيت أنا صنعت 10 طاولات، دفعت 10,000 ليرة الآجار، صنعت 20 طاولة ضل 10,000 الآجار، صنعت 30 طاولة ضل 10,000 الآجار. هل تغير حجم النشاط؟ هل تغيرت التكلفة مع تغير حجم النشاط؟ يا سلام، سلام، أنا بدي سلام ثابت. تمام، وبالتالي المعلومة اللي قلت لك إياها هي خطأ، لأني التكلفة الثابتة لا تتغير مع تغير حجم النشاط. تمام، التكلفة المتغيرة، بس نسكر المايك يا عمار، التكلفة المتغيرة هي التي تتغير مع تغير حجم النشاط. واضح؟ وبالتالي إذا بيجيكم سؤال صح أو خطأ أو شيء بدنا نكون فهمانين الفكرة. الثابتة لا تتغير مع تغير حجم النشاط، بينما المتغيرة هي التي تتغير.
سؤال تاني. لا الصوت واضح هيك. مين عم بيقول راح الصوت؟ رجع. تمام، سؤال آخر. هل التكاليف التفاضلية ملائمة لاتخاذ القرار؟ تمام، ملائمة لاتخاذ القرار. هل التكاليف التفاضلية هي تكاليف تبقى ثابتة ما بين بديل وآخر؟ دائما تبقى ثابتة بين بديل وآخر؟ لا، برافو. هل التكاليف الغارقة هي تكاليف تاريخية يمكن تحديدها؟ تجنبها؟ يمكن تجنبها؟ لا، برافو. هل التالف الصناعي أو الفاقد الصناعي هي تكاليف مستنفذة أم غير مستنفذة؟ التالف الصناعي هي تكاليف مستنفذة أم غير مستنفذة؟ برافو، خسارة. طالما قلت خسارة معناتها شو هي؟ مستنفذة، لأن هي مرتبطة بالسنة الحالية. واضح؟ هي مرتبطة بالسنة الحالية، شوفوا. تمام، هي خسارة. مستنفذة ترتبط بالسنة الحالية، التي ترتبط بالسنة التالية هي التكاليف الغير مستنفذة. والتكاليف الغير مستنفذة وين بتظهر؟ في قائمة المركز المالي. بينما التكاليف المستنفذة وين بتظهر؟ في قائمة الدخل. سؤال يا رامي، ما هي تصانيف التكاليف من حيث علاقتها بوحدة المنتج؟ شلون بصنف التكاليف بحيث علاقتها من وحدة المنتج؟ لشو؟ لكم نوع؟ برافو، مباشرة وغير مباشرة. من حيث علاقتها بوحدة بحجم النشاط. وحدة حجم النشاط متغيرة وثابتة وشبه متغيرة. برافو. لا يا عمار، ما لها علاقة بالإنتاج. لا لا، عم نقول من حيث علاقتها بحجم النشاط. نرجع منشوفهم. من حيث حجم النشاط متغيرة، ثابتة شبه متغيرة. وحدة المنتج مباشرة غير مباشرة. طبيعة النشاط، طبيعة النشاط. إنتاج، مصاريف بيع وتوزيع، مصاريف إدارية وتمويلية. علاقتها بالفترة المحاسبية، إيرادية رأسمالية. ما هي التكاليف الملائمة لاتخاذ القرار؟ شو هي التكاليف الملائمة لاتخاذ القرار؟ هي التكاليف التفاضلية والفرصة البديلة. برافو عليك يا طارق، برافو عليك يا طارق. تمام؟ شيء ممتاز. حاليا آخر شيء يمكن نحن حكيناها بسرعة،
هي قائمة الدخل بالمحاضرة الماضية حكيناها بسرعة، هي محتوى قائمة الدخل من منظور المحاسبة، وشرحنا هي القاعدة كيف تطلع قائمة الدخل. في حدا بيحب أعيد قائمة الدخل من منظور المحاسبة ولا الكل فهمانة؟ يا ريت. طبعا يلا من منظور المحاسبة، شوفوا شو عم بقول. في عندي المبيعات القاعدة، بطرح منها مردودات ومسموحات المبيعات ومصروف الحسم الممنوح، بطلع معي صافي المبيعات، وبالتالي بحسن بكتب القاعدة أن صافي صافي المبيعات هي راح تساوي المبيعات ناقص مردودات المبيعات والمسموحات وناقص الحسم الممنوح. تمام؟ هذا بيطلع صافي المبيعات. هلا القاعدة اللي بعدها، تكلفة، عفوا، البضاعة المباعة تساوي البضاعة المتاحة للبيع ناقص بضاعة آخر المدة. بضاعة المتاحة للبيع تساوي بضاعة أول المدة زائد صافي المشتريات. بس عذرا لأني ما عم بشوف لوحة المفاتيح، عم بشتغل على العتمة. واضحين هاي القواعد؟ هاي القواعد الأساسية. هلا صافي المشتريات تساوي المشتريات زائد مصاريف الشراء ناقص مردودات المشتريات ناقص حسم مكتسب. تمام؟ هاي صافي المشتريات. وبالتالي هاي دول هن القواعد الأساسية اللي نحن عم نشوفها. تكلفة بضاعة مباعة هي عبارة عن شو قلنا؟ قلنا بضاعة، تكلفة البضاعة المباعة هي عبارة عن بضاعة متاحة للبيع ناقص المخزون السلعي 31/12. المتاح للبيع هي أول المدة زائد صافي المشتريات. صافي المشتريات شو يساوي؟ تمام. هلا مجمل الربح يساوي صافي
المبيعات ناقص البضاعة المباعة. تمام، هذا هو مجمل الربح. نقلنا مجمل الربح للصفحة اللي بعدها. حاليا بطرح منه المصاريف التشغيلية، بطلع صافي الربح التشغيلي، وبالتالي صافي الربح التشغيلي شو يساوي؟ مجمل الربح ناقص المصاريف التشغيلية، هذا هو صافي الدخل التشغيلي. صافي الدخل التشغيلي بضيف له ايرادات اخرى غير تشغيلية، وبطرح منه مصاريف غير تشغيلية، بيطلع معي الدخل التشغيلي، عفوا الدخل الغير تشغيلي. الدخل غير التشغيلي، صافي الربح التشغيلي زائد صافي الدخل غير التشغيلي، بيطلع معي صافي الربح قبل الفوائد والضرائب. بطرح الفائدة بطلع صافي الربح قبل الضريبة، بطرح الضريبة بطلع صافي الربح أو صافي الخسارة. هاي هي قائمة الدخل من منظور المحاسب. في حدا له أي سؤال عليها؟ في حدا له سؤال؟ تمام. بينما قائمة الدخل من منظور محاسبة التكاليف، الاختلاف هي تماما مثل قائمة الدخل من منظور المحاسبة. الاختلاف هو فقط في تكلفة البضاعة المباعة، حيث يوجد شيء اسمه تام الصنع. تام الصنع، تمام، وفي شيء اسمه مثل ما راح نشوف لاحقا تحت الصنع هذاك، وفي شيء مخزون اول مواد اولية. وبالتالي هي الجزء هو فقط في حساب تكلفة البضاعة المباعة، هذا هو من منظور محاسبة التكاليف. اني اطالع انا عوض ما اقول عملية صافي، شو بطالع؟ تكلفة البضاعة المصنعة، يعني المشتريات زائد المصاريف تطلع معي تكلفة البضاعة المصنعة. مخزون تام الصنع زائد المصنعة خلال المدة بيطلع اسمها تكلفة بضاعة متاحة للبيع، ناقص تام الصنع بطلع منها تكلفة البضاعة المباعة. في حدا له سؤال عليها هاي القائمة؟ صارت واضحة؟ بدي اعطيكم مثل هيك قاعدة، اقول كل تكلفة مباشرة هي تكلفة متغيرة، ولكن ليس كل تكلفة متغيرة هي تكلفة مباشرة. واضح؟ هاي قاعدة لازم تكون واضحة لإلكم ومركزينها. حاليا رح نبدأ نحن بمحاضرتنا، رح نحلل اليوم سلوك عناصر التكاليف، راح نحلل التكلفة المتغيرة، وراح نحلل التكلفة الثابتة، وراح نشوف سلوك لهذه التكاليف.
إذا بدأنا بتحليل التكلفة المتغيرة، شو هي التكلفة المتغيرة؟ قلنا هي التكلفة التي تتغير بتغير حجم النشاط في المنشأة وتتمثل بعلاقة طردية، أي أن التكاليف المتغيرة تتغير مع تغير حجم النشاط بنفس الاتجاه. لذلك فإن هذه التكاليف تنعدم تماما عند توقف النشاط. يعني إذا أنا ما عندي نشاط، إذا ما بصنع طاولات ما بيلزمني ألواح خشب، بنعدم. ويمكن تمثيل العلاقة ما بين حجم النشاط والتكاليف باعتبار حجم النشاط يعتبر متغير مستقل يلي هو س حجم النشاط، والتكاليف المتغيرة هي المتغير التابع ص، وبالتالي ص المتغير التابع هو معدل التغير ضرب س هو حجم النشاط. يعني إذا بتتذكروا شلون أنا بدي أطالع هاي ص وس وب وس، شو هي؟ إذا بتتذكروا في المحاضرة الماضية لما قلت لكم أنا عندي 10 طاولة بيلزمني 5 لوح ضرب 100 ليرة سعر اللوح، قلنا يساوي 500، وقلنا 20 طاولة بيلزمني 10 لوح بتصير 1000، وعندي 30 طاولة بيلزمني 15 لوح بتصير 1500. هلا إذا جيت لأطالع شو بتصير أن القاعدة، وبالتالي أن التكلفة المتغيرة هي تكلفة متغيرة بالمجموع وتتغير مع تغير حجم النشاط وتتناسب طردا، تزداد الطاولات بتزداد التكاليف، تنقص الطاولات بنقص التكاليف، صفر طاولات صفر تكاليف، تمام؟ هلا لكن نصيب الوحدة الواحدة شلون يعني؟ 500 تقسيم 10 يساوي 50، معناه ذلك اني 50 ليرة نصيب الوحدة الواحدة من تكلفة الألواح الخشب. 1000 تقسيم 20 طاولة قديش بيجي النصيب كمان؟ كمان 50، 1500 تقسيم 30 رح يضل 50. وبالتالي شو منقول؟ منقول انه نصيب الوحدة الواحدة من التكلفة المتغيرة بضل ثابت مهما تغير حجم النشاط. هاي كتير لازم تكون واضحة لك، نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة بضل ثابت مهما تغير حجم النشاط، لكن التكلفة المتغيرة بالمجموع هي تتغير مع تغير حجم النشاط وتتناسب طردا، فإذا ازدادت ازداد وإذا نقصت نقصت. واضح؟ فهمناها؟ وبالتالي هون بنيجي بنقول ص هي 500، هي التكلفة المتغيرة 500، 1000، 1500. ب هو المعدل يلي هو 50، وسين هي حجم النشاط. وبالتالي إذا جيت قلت أنا 50 المعدل ضرب 10 طاولة شد راح يساوي؟ 500. 50 ضرب حجم النشاط 20 طاولة قد التكلفة معناتها؟ 1000. 50 ضرب 30 طاولة حجم النشاط معناتها قديش عندي تكلفة؟ 1500. بهذا الشكل منقول أن حجم النشاط هو متغير مستقل والتكلفة المتغيرة ص هي المتغير التابع. فهمناها هي؟ في سؤال عليها؟ صارت واضحة هي المعادلة؟
خلينا نشوف نحن هون مثال آخر. أنا أعطيتكم مثال بسيط، وهلا نحن بنشوف مثال نفس الفكرة. عم بيقول لي بفرض أن الوحدة من المنتج تحتاج إلى مواد أولية بقيمة 10 ليرة سوري، تمام؟ 10 ليرة سوري شو هي بالمعادلة؟ صاد ولا ب ولا سين؟ بالمعادلة مو إنه صاد تساوي ب ضرب سين، تمام، برافو. ب هي العشرة، وبالتالي يكون حجم التكلفة هي. عند نشاط صفر قديش التكلفة؟ 10. إجمالي التكاليف 10 ضرب صفر شو يساوي؟ صفر. عند إنتاج 500 10 ضرب 500 شو قد عندي إجمالي التكلفة المتغيرة؟ 5000. عند إنتاج 750 ضرب 10 شو قد؟ 7500. فقط عم بضرب، بضرب هاي ضرب هاي، 750 ضرب 10، 1000 ضرب 10 10000، 1500 ضرب 10 15000. واضح؟ وبالتالي بنطبق القاعدة ص يساوي ب ضرب س، تمام؟ هاي ص وهي ب وهي س. نسبة التغير في حجم النشاط 500 750 شو قد زادت؟ 50%. من 500 لل 1000 شو قد زادت؟ 100% تغيرت حجم النشاط. من 500 لل 1500 شو قد زاد؟ 200%. بنلاحظ اجمالي التكاليف نسبة التغير راح تكون كمان نفسها، من 5000 لل 750 7500 50%، من 7000 من 5000 لل 10000 100%، من 5000 لل 15000 200%. واضح؟ فهمناها؟ فيها شيء صعوبة هاي؟ هلا إذا جينا نحن رح نرسم الخط البياني، وبالتالي لما رح أرسم خط البياني عند إنتاج صفر قديش كانت التكلفة؟ هذا يمثل حجم النشاط، متغير المستقل، وهذا المتغير التابع التكاليف، إجمالي التكاليف المتغيرة. عند إنتاج 500 قطعة رح يلزمني 5000، عند إنتاج 1000 قطعة رح يلزمني 10000، عند إنتاج 1500 رح يلزمني 15000، عند إنتاج 2000 قطعة رح يلزمني 20000. وبالتالي بنلاحظ أن سلوك والمخطط البياني للتكاليف المتغيرة هو العلاقة الطردية التي تشكل هذا الخط، يبدأ من الصفر، سلوك التكاليف المتغيرة. واضح؟ بناء عليه يمكن أن نقول أن التكاليف المتغيرة تتميز بما يلي. شو هذا؟ شو هي التكاليف المتغيرة؟ تتميز بما يلي: تتغير إجمالي التكلفة من العنصر بنفس نسبة تغير حجم النشاط. تتغير إجمالي التكلفة من العنصر بنفس نسبة تغير حجم النشاط. حجم النشاط عم بيصير 50% بعد 100% بعد 200%،
تغير اجمالي التكلفه ايش قد بتكون النسبه، كمان نفس النسبه ما بتتغير. نصيب وحده النشاط من العنصر ثابته لا تتغير، العشره يلي هي ب، هذا هو نصيب الوحده. تنعدم التكلفه المتغيره عند توقف النشاط، عند انتاج صفر عندي تكاليف صفر. تتغير التكلفة المتغيرة ضربا مع تغير حجم النشاط، تزداد. تخضع لرقابة المستويات التنفيذية في المنشأة، يعني هناك مستويات إدارية هي بتنفذ الأعمال، هي اللي بتراقب هذا الشيء. في حدا له صار بقيان شي سؤال على التكلفة المتغيرة؟ صارت مفهومة؟ ممتاز. تحليل التكاليف الثابتة، تحليل التكاليف الثابتة تتمثل التكاليف الثابتة بمجموع الأعباء والمصاريف التي لا تتأثر بتغير حجم النشاط، وإنما تبقى ثابتة إذ أنها ترتبط بفترة زمنية معينة وبطاقة إنتاجية محددة للمنشأة، ولذلك يطلق عليها على هذه التكاليف أيضا تعبير التكاليف الزمنية أو تكاليف الطاقة. ولكن هذه التكاليف تتغير على المدى الطويل بتغير الهيكل الأساسي للمنشأة. واختلاف ظروف الإنتاج أو أي تغيرات تطرأ على طاقتها الإنتاجية. مثال، بفرض أن إحدى شركات السيارات تستأجر مبنى للمصنع بمبلغ 600,000 ليرة سوري سنويا، والمطلوب دراسة سلوك هذا العنصر مع أحجام مختلفة. عند إنتاج نشاط صفر من السيارات، إجمالي التكاليف الثابتة قديش بصير الآجار؟ 600,000. نصيب الوحدة الواحدة غير معروف، لأني 600,000 تقسيم صفر غير معروف. عند إنتاج 1,000 سيارة، أنا تكاليفي 600,000، 600,000 تقسيم 1,000 بيطلع 600، نصيب الوحدة الواحدة 600. 600,000 عند إنتاج 2,000 قديش النصيب الوحدة الواحدة؟ 300. عند إنتاج 3,000 قديش نصيب الوحدة الواحدة؟ 200. وبالتالي يمكن أن نقول على القاعدة التالية، أن التكاليف الثابتة هي تكاليف ثابتة مهما تغير حجم النشاط، طلع تغير حجم النشاط تبقى ثابتة لا تتغير، ولكن نصيب الوحدة الواحدة يتغير بالعلاقة العكسية بالنقصان. طلع لما بزداد النشاط شو بصير نصيب الوحدة الواحدة؟ شو بصير فيه؟ بينقص. وبالتالي العلاقة هي علاقة عكسية كنصيب الوحدة الواحدة من التكاليف الثابتة. مما سبق يمكن أن نقول أن التكاليف المتغيرة باختصار هي متغيرة بالمجموع وثابتة للوحدة الواحدة،
والتكاليف الثابتة هي ثابتة بالمجموع ومتغيرة للوحدة الواحدة. متغيرة عكسيا علاقة عكسية، وهون متغيرة طرديا. هاي هي ملخص كتير مهم، هاي ما لازم تنساها، ما لازم تخربط فيها أبدا أبدا أبدا. وصار شرحناها بمثال ومثالين، فهمناها؟ والتمييز فيها كتير مهم. إذا جينا رح نمثلها بالتكاليف، طلعوا عند إنتاج 0 عندي تكلفة 60,000، عند إنتاج 500 تكلفة 60,000، عند إنتاج 1000 تكلفة 600,000، عند إنتاج 1500 600,000. طلعوا هي تأخذ التمثيل البياني هو خط مستقيم موازي للمحور الذي يمثل حجم النشاط، هذا هو شكل التكاليف الثابتة، خط مستقيم موازي للمحور الذي يمثل حجم النشاط. مما تقدم يمكن أن نصف أن التكاليف الثابتة هي لا تتغير إجمالي التكاليف الثابتة مع تغير حجم النشاط في حدود الطاقة المتاحة، لا تتغير. نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف الثابتة متغير بالحالة العكسية، يتغير عكسيا مع تغير حجم النشاط. عندما يزداد حجم النشاط ينخفض نصيب الوحدة الواحدة، والعكس بالعكس. لا تنعدم التكاليف الثابتة عند توقف النشاط، بينما التكاليف المتغيرة تنعدم عند توقف النشاط. التكاليف الثابتة لا تنعدم، تخضع لرقابة الإدارة العليا حيث تنشأ بقرار من الإدارة العليا، بينما التكاليف المتغيرة تخضع لرقابة المستويات التنفيذية. فهمنا المقارنة؟ هلا هي ثابتة وهون متغيرة. المتغيرة تتغير بتغير حجم النشاط، هذا اللا بدنا نحذفه. نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة هو ثابت، يتغير لا يتغير نصيب الوحدة الواحدة، يتغير إجمالي والعلاقة طردية. تنعدم التكاليف المتغيرة عند توقف النشاط، تخضع إلى رقابة الإدارة المستويات التنفيذية. في حدا له أي سؤال؟ حاليا رح ناخذ المثال التالي. توفرت لديك البيانات المتعلقة بالتكاليف بإحدى المنشآت، وكانت على الشكل التالي: عند إنتاج 20,000 التكلفة المتغيرة الإجمالية 6,500,000، والتكاليف الثابتة هي 4,500,000. هي عند إنتاج
20,000 وحدة. المطلوب حساب التكلفة المتغيرة والتكلفة الثابتة. بفرض أن الشركة قررت إنتاج 25,000 وحدة، حساب التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة. بفرض أن الشركة قررت إنتاج 30,000 وحدة، حساب التكاليف المتغيرة والتكاليف الثابتة. بفرض أن الشركة قررت إيقاف النشاط. أنا عندي عند إنتاج 20,000 قديش بيلزمني؟ 6,500,000. أهم شغلة عندي حاليا هي أعرف قديش نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة. لأحسب شو بقول؟ 6,500,000 تقسيم 20,000 وحدة قديش رح يساوي؟ رح يساوي 325 ليرة. وبالتالي 325 ليرة هي نصيب الوحدة الواحدة من التكاليف المتغيرة. إذا جيت لأحسب 25,000 قديش فيها تكاليف متغيرة؟ وبالتالي التكاليف المتغيرة راح تصير 8,125,000 من خلال القاعدة النصاب التكاليف المتغيرة تساوي ب ضرب س حجم النشاط. 325 ضرب 25,000 بيطلع 8,125,000. والتكاليف الثابتة هي بتظل ثابتة 4,500,000. عند إنتاج 30,000 شو دي يكون؟ بيصير عندي 325 ضرب 30,000 تكلفة متغيرة 9,750,000، والتكاليف الثابتة 4,500,000. إذا قررت الشركة الإيقاف، التكاليف المتغيرة راح تصير صفر، والثابتة بتظل ثابتة 4,500,000. خلينا نشوف الحل. عند إنتاج 25,000 وحدة بالنسبة للتكاليف المتغيرة، أهم شيء أحسب نصيب الوحدة الواحدة 325، وبالتالي ص تساوي ب ضرب س 8,125,000. والتكاليف الثابتة لأنها هي ثابتة من حيث المجموع، مما يعني أن إجمالي التكاليف الثابتة لا يتغير ويساوي 4,500,000. عند إنتاج 30,000، إنتاج 30,000 لا تختلف المعالجة للتكاليف الثابتة والتكاليف المتغيرة. بتضل 325 ضرب 30,000 9,750,000، والثابتة بتضل 4,500,000. عند إيقاف النشاط، عند إيقاف النشاط التكاليف المتغيرة بتصير صفر، والثابتة بتضل ثابتة. وبالتالي يمكن أن نلخص الحل بالجدول التالي: عند إنتاج 20,000 متغيرة 6,500,000 نصيب الوحدة الواحدة 325 مجموع التكاليف الثابتة 4,500,000 نصيبة من 225 مجموع التكاليف 11,000,000. هي من طالعتها 225 هي هذا الجدول رقم 1 2 3 4 5 6. 5 هي عبارة عن 4
تقسيم واحد 4,500,000 تقسيم 20,000 بطلع 225. 4,500,000 تقسيم 25,000 بطلع 180. 4,500,000 تقسيم 30,000 بطلع 150. 4,500,000 تقسيم صفر غير معروف. الجدول ستة هو عبارة عن 2 زائد 4، 6.5 زائد 4.5 11 مليون، 8,125,000 زائد 4,500,000 12,625,000، 9,750,000 زائد 4.5 14,250,000، 0 زائد 4,500,000 4,500,000. واضح؟ نلاحظ من الجدول السابق أن التكاليف المتغيرة ثابتة من حيث نصيب الوحدة ومتغيرة ضربا من حيث المجموع. عندما تتوقف النشاط تنعدم التكاليف المتغيرة. بالنسبة للتكاليف الثابتة فإنها ثابتة في المجموع ومتغيرة عكسا. مجموع التكاليف هي التكاليف المتغيرة زائد التكاليف الثابتة. إذا أردت أنا أرسم هذا المخطط هذا حجم النشاط، هون 20,000، هون 25,000، هون 30,000، هون التكلفة 2,000,000، 4, 6, 8, 10, 11. بدنا نبدأ نحن من عند 4.5 لأني عند الصفر. قديش في عندي تكاليف؟ 4,500,000. وبالتالي شكل التكاليف راح يكون بهذا الشكل. السلوك راح يبدأ مو من عند الصفر. لما راح انتج انا 20,000 راح يكون الاجمالي هو 11 مليون، ولما راح انتج 25,000 راح يكون هذا الاجمالي. فهمناها؟ في اي سؤال عليها؟ خلينا نوصل نحن عند تحليل التكاليف شبه المتغيرة او شبه الثابتة. هذا المحاضرة جدا مهمة وجدا لازم يكون نحن نعرف اني نفهمها وتكون واضحة لنا. في حدا له اي سؤال؟ حسيتوا المحاضرة صعبة شيء؟ في شيء صعوبة المحاضرة؟ تمام، شيء ممتاز. بدي اياكم ترجعوا تحضروها وتركزوها على امل نلتقي فيكم في الاسبوع القادم في موعدنا المعتاد يلي هو يوم الجمعة الساعة 10 مساء. ترجع موعدنا المعتاد كما هو دون تغيير. في حدا عنده سؤال او مداخلة؟ طبعا ان شاء الله. طالما ما في سؤال نقولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سهرة رمضانية كويسة. وروحوا ادرسوا وحاجة تلتهوا على التلفزيون. السلام عليكم. الله يعافيك يا رامي.